السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال كم يحتاج الأرنب من ساعة من الضوء أو الشمس، يعني لا الأرانب البالغة لا الأرانب الصغيرة، يعني شحال كيحتاجوا ديال الضوء، يعني كما كان الضوء ديال سيدي ربي يعني الشمس أو الضوء ديال التيار الكهربائي، شحال من ساعة كيحتاجوها؟ الجواب هو 16 ساعة. 16 ساعة سمو كيوقع فيها أن الأرنب راه عنده السوايع ديالو كينعس فيهم كيرتاح، وكاين هذاك 16 ساعة يعني خاصو إما الناس اللي ما عندهمش الشمس داخلة، يعني مثلا أنا داير هنا في السطح راني كنستغل يعني هذا الضوء ديال الشمس ديال سيدي ربي، هاد الضوء هذا راه مهم بالنسبة لهم أنهم يبقوا فايقين. ميمكنش أننا نشدو الأرانب ونخزنوهم في الظلمة ونقولوا باللي راه غادي يعيشوا مزيان. أولا العملية ديال التلقيح يعني ديال المزوجة ضروري يكونوا يعني يكون الضوء كاين، يعني الشبكة ديال العين ديال يعني الأرنب كتغذي الغدة النخامية، وبالتالي كتكون الخصوبة مرتفعة ملي كيكونوا الضوء يعني كاين. اما شحال واحد كيقول لك لا راه انا داير في حفره، ولا حفره فعلا كيصدقوا كيقول لك على العين كنديرهم في واحد الحفره وكنخليهم، ولكن بالنسبه لليكاج يعني هذا بالنسبه للارانب البلديه، اما بالنسبه للروميه ضروري ليكاج، وخاص الضوء 16 ساعه على الاقل 16 ساعه، لان كاين الوقيته اللي كيبقاو فايقين فيها، كاين الوقيته ديال التزاوج ديالهم خصو يكونوا يعني ضروري انهم يشوفوا النور. كاين قضيه عاوتاني ديال الكهرباء، ممكن انكم تستعنوا بحال هذه البوله، هذه راني داير بوله كما كتشوفوا معايا، انا راني معلقه هنايا هذه البوله هذه، سمو كيوقع ان في الليل كتدفيهم وفي نفس الوقت كتخليهم فايقين، يعني انا كنحاول انني نعطيهم الضوء على 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 طول الايام. علاش؟ لان قداش ما بقاو فايقين قداش ما غادي يكون العمليه ديال التسمين كتكون مزيانه. اما بالنسبه للظلمه راه الارانب راه ما صالحه لهمش الظلمه، خاصهم يشوفوا بالعينين ديالهم، خاصهم يضرب فيهم شويه ديال البرد، خاص يضرب فيهم الشمس، حتى الشمس كذلك راه كتنفع بزاف، لان الشمس راه معروفه حتى بالنسبه للانسان، يعني الدار التي تدخلها الشمس لا يدخلها الطبيب، هذه معروفه حكمه من بكري معروفه، يعني الشمس سمو كدير ان الاشعه ديالها كدفيهم اولا، كتجفف لهم هذوك الامعاء ديالهم، ولا كاين شي فضلات كتحيد هذاك يعني الغاز ديال الامونيا، هذه معروفه ان الريحه، يعني حنا ملي كنكون عندنا مثلا شي كواش، واخا تكون عندك الدار مودرن يعني ماشي دار يعني فخمه، من لابد ما تخرج الكواش باش كتشوف فيهم الشمس، ملي كضرب فيهم اشعه الشمس سمو كيوقع انهم كتحيد منهم هذوك الجراثيم اللي كيكون فيها. ضروري ان الارانب ديالك تكون فيهم الضوء، يا اما الشمس، وهي الشمس احسن من الضوء العادي، يا الضوء العادي ممكن انه يدير واحد المفعول، ولكن ماشي بحال الشمس ممكن انكم ديروا واحد الشريجم، يعني تشوفوا الدوره ديال الشمس فين 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 كدور، ودير واحد دير لهم واحد الشريجم تبقى تطلع عليهم الشمس. بالنسبه للضوء كذلك هو التدفئه بالليل، يعني بحال ما ديروش البولات ديال الليد، ديروا هاد البولات اللي كيكونوا ديال اللي فيهم الصفر العاديين، هادوك كيطلقوا واحد النوع من الحراره ممكن انها تدفيهم بواحد الطريقه يعني ذكيه، يعني ماشي غادي تشري كليماتيزور ولا غادي تشري، غير خصو يكون داك البلاصه اللي فيهم هما تكون مغلقه، وهذاك الضوء انه غادي يدفيهم بواحد الطريقه يعني كما قلت لكم ذكيه وبسيطه، يعني ممكن انكم دير غير السوايع ديال الليل ديروا هذيك البوله وتطفيو عليهم. سمو كيوقع ان ما كيجيكمش الضوء غالي، لان البوله ساعه كتحسب بدرهم،
هذه راه يعني شحال مواط فيها، بحال دابا كنقولوا 100 واط، 100 واط ممكن انها تحسب لك ساعه بدرهم، يعني ما غاديش تستهلكم بزاف ديال 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 الكهرباء، يعني غير بما يفوت المرحله ديال البرد. اما بالنهار ممكن انكم تستعنوا بالضوء ديال ديال سيدي ربي، الضوء ديال ديال اللي عطانا الله، والشمس راها مهمه في 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 التربيه ديال الارانب. اذا الجواب ديال هذا النهار شحال كيحتاج الارنب من ساعه ديال الضوء، سواء كانت الشمس او التيار الكهربائي، كيحتاج 16 ساعه. اذا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار، كنظن انها تكون فاتتكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد، وساندونا بزر جيم، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.